أحمد عبد السلام عالم يبلغ من العمر 26 عاما يقول: لقد اعتاد مزارع السمك في محافظة كفر الشيخ بمصر على مواجهة متاعب العثور على طعام للسمك بأسعار معقولة وبجودة مقبولة من المنتجات المحلية أو باهظ الثمن. ودراستي ساعدتني أني أتعرف على تركيبة مناسبة تنضاف للي هو أعلاف الأسماك، بيكون جاي من مصادر مخلفات غذائية بتكون تكلفتها ضئيلة جداً بالمقارنة باللي احنا بنجيبه من بره بالدولار. ولذا التحق أحمد ببرنامج يديره ويرعى بنك التنمية الإفريقي، والذي يتمحور حول تعليم وتوعية أبناء مصر عن كيفية استغلال وتطوير العلوم والتكنولوجيا بهدف التوصل إلى حلول الأعمال الابتكارية. وعلى غرار التدريب الذي تلقاه أحمد، فقد تم تكرار هذه التجربة في مجتمعات وبلدان مختلفة في أرجاء إفريقيا، حيث يجرى العمل على استثمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومهارات الابتكار لإحداث نهضة اقتصادية كبرى والارتقاء بالقدرات التنافسية. The issue is not going to be really the degree you got. It's going to be the skills you have. على مدار 15 سنة الأخيرة اعتمد بنك التنمية الإفريقي 62 مشروعا تعليميا بتكلفة 1,640,000,000 دولار أمريكي من الالتزامات الموجهة من البنك تجاه المشاريع. وإلى الآن فقد ساعد البنك أيضا 6,000,000 من الشباب الإفريقي في الحصول على فرص للتعليم والتدريب. The African Development Bank's strategy for human capital development in Africa intends to harness the potential of 1 billion Africans. هنا في مصر هناك العديد من الأمثلة التي قام البنك بدعمها في صعيد العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي كللت بالنجاح. لم يخطر أبداً ببال المهندسة المعمارية الأستاذة شيماء العربي بأنها ستقضي مثل تلك الفترة الطويلة داخل المزرعة، ولكنها قالت: لقد ساعدها برنامج تطوير المهارات برعاية البنك في تعلم كيفية تحويل النفايات الزراعية بالمزرعة مثل مخلفات القمح وإعادة تدويرها لتصبح علفاً لإطعام الأبقار وتوفير الكلفة على المزارعين المصريين بمناطق الصعيد. المشروع بتاعي قايم على ان احنا بنعمل خلطة علفية، بنستخدم المخلفات الزراعية وبنرفع قيمتها وبنحولها لمنتج علف لتغذية الحيوانات، وبنساعد البيئة من التخلص بشكل آمن من المخلفات الزراعية بدل حرقها. يهدف المنتدى الثالث بإفريقيا بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار برعاية بنك التنمية الإفريقي والحكومة المصرية إلى التعجيل في خلق المزيد من القطاعات الخاصة المتنامية ورفع ابتكاراتها على غرار ما ذكر، هذا بالإضافة إلى إعلاء القدرة التنافسية وإرساء دعائم قوية للتحول الاقتصادي. وقد أثمرت هذه الجهود على نتائج مبهرة جدا، والنتائج دي أكدت لنا أن الشباب لو وفرنا لهم التدريبات الكافية والمعلومات المفيدة وأتحنا لهم الفرص أنهم يستعملوا التكنولوجيا ويشتغلوا على المشاريع اللي هم عايزين يشتغلوا فيها، هيقدروا يساعدوا الاقتصاد المصري. مصر مهد الحضارة والابتكار منذ زمن الفراعنة، لا تزال تتصدر القمة وتقوم بدورها الرائد بشأن تعزيز الابتكارات في هذا العصر والدفع بالاستثمارات في مجال التعليم العالي. في مصر وفي البقاع الأخرى بالقارة يقف بنك التنمية الإفريقي على أهبة الاستعداد، باسطاً يده شريكاً مفضلاً لمساعدة المزيد من رواد الأعمال والمشاريع التجارية مثل أحمد وشيماء لتحقيق أقصى إمكانياتهم والارتقاء
بحياة ومعيشة الملايين من الأفارقة.